ميكرو فريد على قناه الفا سبريز. ضيف الميكرو هو فنان من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، الفنان الشعبي فتاح المسناوي. فتاح المسناوي، مرحبا بك على الفا سبريز. اهلا وسهلا، سعيد بوجودي معكم اليوم في جريدتكم الموقره الفا سبريز. شكرا لكم على الحضور وشكرا لكم على الدعوه. الله يكبر بك. مرحبا، مرحبا بكل تواضع. مرحبا بك. شكرا. مرحبا بجميع الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. كيحييكم. احنا كيشرفونا. كيحيوكم بزاف بزاف. البدايه ديال السي عبد الفتاح المسناوي. اواسط الثمانينات كبرت وتراعضت في الزاويه الباطماويه. يعني انت ولد الحي المحمدي. ولد الحي المحمدي وكبرت في الزاويه كما شرت قبل المنابر الصحفيه اللي قبل، بانه كبرت وتراعضت في الزاويه الباطماويه اللي عطاتنا الهرم العملاق العربي باطمة. الله يرحمه ويجد عليه الرحمات سي محمد باطمة. الله يرحمه ويجد عليه الرحمات، بحكمي كنت صديق العمر ديال رشيد باطمة، وكبرنا مجموعين وكبرنا في المنزل ديالهم. خديت من الفن، خديته من تمايا، خديت المشعل من الزاوية. احنا كنقولوا ليها الزاوية، البيت ديالهم الزاوية اللي البيت محلول ليل ونهار. يعني اي واحد كيدخل هذا كيضيفوه كيشرفوه كيكرموه. يعني عائله الله يرحم امي حده، ام العربي باطمه ورشيد باطمه الله يرحمها والله يرحم برحال. ناس كرماء وناس طيبين، ناس طيبين اللي عطاونا هاد العمالقه ديال الفن. وشكون الفنانة اللي جاورتيهم وطلعتي معهم يعني فلسطين، شاركتيهم الخشبه يعني ملي كنتي باقي في المغرب؟ مصطفى بورغون كنحييه، صديق اخ عبد العزيز ستاتي، عيرود، هادو الناس القدام اللي عطاو للفن الشعبي ومازال كيعطيو. وشنو خلى السي فتاح انه يخلي يعني في العز ديال الشهره ديالو في المغرب يعني بدا كيتسلق درجات انه يمشي لفرنسا؟ المكتوب كتاب لينا باش نعيشو تمايا ونستقروا تمايا، اللي هذيك البلاد فرنسا اللي حضناتني وشفت فيها داك الشيء اللي بغيت وعطاتني داك الشيء اللي بغيت، ولكن ما كننسى اللي هي امي وما كنشوفش الاب ديالي هو المغرب. هو المغرب اللي كنحبو بزاف بزاف بزاف. و يعني جيت ما بين الام والاب. دابا رانا اكثر من 30 سنه وانا في المهجر، يعني راه تنعيش ما بين المغرب وما بين فرنسا وما بين اوروبا. ما نقولوش السي فتاح انه اختار ان المستقبل ديالو على الشهره ديالو. لا ابدا، الشهره والمستقبل جابوا حدو ويعني الحركه الفنيه في فرنسا واش اكثر من المغرب؟ يعني مهرجانات، حفلات، سهرات، هناك حفلات، هناك اعراس، هناك مهرجانات. في اوروبا كامله كنكونوا خدامين كنشتغلوا، وحتى عاوتاني كتخدم في بلادك وتعطي لبلادك عاوتاني، راه شيء جميل عاوتاني. لي كاشي ديال المهرجانات والسهرات والاعراس في فرنسا اكثر من لي كاشي ديالنا ديال المغرب. غتكون متفق معايا؟ لا ما متفقش معك. وعلاش؟ بكل تواضع. بكل تواضع، لي كاشي ديال كيما ذكرتي، لي كاشي ديال السهرات وديال المغرب كيعطي اكثر. ولو حنا اللي كننظموا المهرجانات تما. عبد ربي راه مدير فني مدير مهرجان، وكننظم سهرات. ومؤخرا يلاه نظمت سهره كبرى لو 28 ماي السابق، جبت المع النجوم حضروا معايا في السهره، مشكورين سعيد الصنهاجي، زكريا الغفولي، موس ماهر، وعبد ربي كذلك فنان. وفي نفس الوقت انا اللي منظم هذه السهره، واللي قبل منها كانت سهره ديال الذكرى للمسيره الخضراء مواكبه مع عيد استقلال لو 6 نوفمبر. عبد ربي اللي كان منظمها وخدام فيها، وجبت سي محمد الغاوي اللي كنحييه من هذا المنبر، وموس ماهر كذلك، والمغربي ديالنا بينحاس اللي كنحييه حتى هو. وملي كنديروا شي سهره راه كتنجح لينا، لانه كيكون اقبال كبير من الجاليه المغربيه خاصه، وحتى الجاليه المغاربيه، راه حتى كيكون هناك حضور ديال الاخوان ديالنا الجزائريين والاخوان ديالنا التونسيين اللي كنحيوهم من هذا المنبر.
كما قلتي لي بان ساكنت في واحد المدينه في فرنسا وغدير فيها واحد الحفل موازي مع مقبل مقبل ان شاء الله المسيره الخضراء لو 20 ان شاء الله لو 20 نوفمبر كما قلتي لي كنحاربوا بعد تماما هذه ديال لو 20 نوفمبر ان شاء الله غادي تكون في ضواحي باريس في مونت لا جولي اللي كيسكنوا كاينين تسكنوا فيها الخوانه بوليزاريو كيسكنوا فيها هما بكثره والناس المسؤولين على لا 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 على الحفل كيتصلوا بعبد ربي انا اللي كنصوب لهم لو بلاطو ارتستيك يعني البلاطو ارتستيك انا اللي كنتكلف بالفنانه واللي كنتكلف بالحفل وهما كيتكلفوا بالتنظيم وكينجح لينا الحفل بالاقبال الكبير ديال 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 المغاربه الموجودين في باريس والنواحي باريس لانه كيحضروا بكثره باش كنحاربوا هذوك الاعداء الوطن البوليزاريو اللي كيسكنوا في كثره في هذيك المنطقه الاخوان راه غادي يسمعوني منطقه سميتها مونت لا جولي وما كيسبوش لكم شي مشاكل لا ولا شي ابدا 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 لانه المغاربه كنكونوا جنود مجندين وراء صاحب الجلاله والمهابه اللي شرف المغرب عالميا كنكونوا جنود مجندين وراء سيدنا الله ينصره سي فتح كاين شي جديد ديالك ان شاء الله الجديد ديالي انا مقبل الان على عليها جيت المغرب باش نسجل شريط جديد وكنظن راه صيفط لكم الجديد اللي يلا خرج في الصيف هذا اغنيه مهدات من طرف العملاق الهرم الاغنيه الشعبيه مصطفى بورغون اللي هدى لي واحد الاغنيه علاش نتعادى يا بنت الناس ربما راك سمعتيها وان شاء الله انا جيت المغرب باش نسجل الشريط الجديد ما ديرهاش لنا بشي موال دابا حصريا على انفاس بريس مرحبا الجديد اولا ندير لك موال كيف ما بغيت دير لي الجديد بالموال حصريا على انفاس بريس يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا وما يا ليلي يا ليلي يا ليلي وصلتك أمي يمتي توحشتك أمي يمتي من اللي قالوا ليك قالوا لي أمي يمتك تبكي وتوحشتك أولي هذا موال على الغربه على الام تحيه لجميع الامهات اللي كيسمعونا ونخليوها مفاجاه للجمهور ونخليوها ما بغيتش نكمل الاغنيه باش ما نحرقوش لي زيتاب كما يقولوا الفرنسيين وان شاء الله نشوفوها يشوفوها المغاربه ان شاء الله في المستقبل كنشوفوا السي فتاح كينضم مهرجانات يعني في اوروبا ما نقدروش نشوفوه كينضم مهرجانات في المغرب ولما لا ان شاء الله رانا عندي تواصل دابا مع الاخوان باش ننظموا واحد الحفل كنت البارح مع الاخ الحاج الحارتي اتصل بيا مدير الفندقه وهضرنا في هذا المشروع ديال باش يكلفني كمدير مهرجان بالتنظيم تكلمنا البارح وهذا ما بقى لنا دابا غير نمضيوا العقد ان شاء الله نتمنى لك التوفيق شكرا هذا الجليج اللي كنصوروا دابا من مورا مغربي محض والشركه ديال واش نقدروا نقولوا الاسم لا بلا ما نقولوا الاسم ديال الشركه اللي دارت التوني يعني راه اعتذرت هذا جليج مغربي بكل تواضع والعالم باسره تعترف بالصناعه التقليديه المغربيه راه حنا قرون وقرون وقرون يعني لا ما يمكنش يتسرق لك المنتوجات ديالك هادشي راه عندنا تجليج مغربي شوف تبارك الله ما شاء الله حنا في هذا الفندق الفاخر ما شاء الله كيفاش مزين هاد التمغربيات ديالك التمغربيات يعني المغرب الان راه لا داعي راه المغرب كيقارن دابا مع الولايات المتحده ويقارن مع الدول العظمى المغرب راه خطا واحد الخطوه ما شاء الله تحت السيادة الرشيدة
لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نظره الله وأيده، وكنطلبوا الله تبارك وتعالى يرزق الصحة والعافية إن شاء الله يا رب العظيم. راه فخر لنا وملادا، نشكره 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 نشكره، والله يزيد في مداده.